صباح الخير واهلا بيكم يا شباب في حلقه جديده من برنامجنا. ازاي نربط الفن بسوق العمل؟ ممكن جدا، يعني لو حد عنده هوايه جميله او حاجه هو بيحب يبدع فيها يفكر فيها، ممكن يكون مش دارسها خالص على فكره، ولا هو تخصصه تربيه فنيه مثلا، ولا اي حاجه متخصصه بتعلم الفن، سواء كان معهد كليه ايا كان او مدرسه متوسطه، لكن ممكن يكون بيفكر ازاي يكون شغل خاص بيه، وفي نفس الوقت الحته اللي بيحبها دي يبدع فيها ويبدا يشوف الناس محتاجه ايه، وكمان يبدا كمان يسوق لنفسه، ودي مهاره تانية خالص غير كمان مهارة الشغل. ازاي النهاردة في الحلقة بتاعتنا معانا فنانين بجد بيعملوا حاجات حلوة قوي، بيعملوا حاجات مجسمات وشغل ازاز معشق وحاجات كتيرة جدا، اعمال فنية مهمة. انت بتشوف قطعة ديكور جميلة موجودة في افخم المحلات وبيبقى ليها سعر كبير وبتنبهر بيها، لان يعني مفيش حد بيحب الجمال الا ولازم يبقى فيه قطعة في بيته شكلها حلو، او حتى لو كان ليها استفادة زي فازة حلوة او ايا كان علبة للمناديل ايا كان، بس شكلها حلو وفني ومختلف. الموضوع ده فكر فيه شباب وقالوا احنا ممكن نكون يعني الموضوع ده ببساطة، ان انا اشوف سوق العمل شكله ايه والناس محتاجة ايه، ولو هعمل قطعة ديكور جميلة مواصفاتها شكلها ايه، مع طبعا الاخذ في الاعتبار انها تكون مش غالية قوي او انها تكون في متناول يد اغلب الناس، وده اللي عملوه فعلا من خلال منتجاتهم الفنية الجميلة. يعني دلوقتي هنروح معاكم لتقرير عن الاعمال الفنية الجميلة وازاي الشباب بيحبوا يعملوا اعمال فنية، وبيفكروا انهم كمان الصناعات اليدوية الموجودة في صناعات كتير يعني قربت تندثر، الشباب دلوقتي بيقوموا باحيائها مرة اخرى، وبيقوموا كمان بإضافة بصمتهم الشابة المنطلقة من جديد. يلا بينا. الشباب هم الأكثر نشاطاً والأكثر طموحاً، لذلك يتطلعون لحياة كريمة ويسعون لذلك من خلال العمل الجاد. وباعتبارهم قوة اقتصادية هائلة، لابد للمجتمع أن يستغلها في التنمية الشاملة لكافة المجالات المختلفة لضمان النجاح والتقدم وتحقيق الرخاء الاقتصادي. الأعمال الحرفية عامة في مصر هي محتاجة تنمية كبيرة جدا، احنا كمصريين يعني بنعرف نشتغل جدا أعمال يدوية بشكل محترف وبشكل كويس قوي، بس هي الفكرة مثلا تكمن في ان الماركتينج نفسه او عقدة الخواجة، احنا ممكن نميل ان احنا نشتري من بره اكتر رغم ان احنا عندنا في مصر الصناعات دي يعني بيرفكت. هو الفكرة كلها يعني قبل اي حاجة تفتح دماغ وتشوف المشاريع وممكن تبيع حاجات من الاونلاين، فاهم، ومثلا تخلق فرص عمل للشباب تاني، ويعني ايه عشان الشباب دلوقتي قاعدة في البيت مفيش شغل والكلام ده كله، تعمل مشاريع اللي بتاعت في البيت. رأيي ان المجال ده كبير جدا، ان الشباب يعمل ويطور المهن والحرفيات زي الكروشيه والهاند ميد والحاجات دي، ان في مجالات كتير الشباب ابدعوا وطوروا فيها. اللي عنده مهارة زي كده حلو قوي الشغل دوت، للواحد يشتغل على نفسه، وحلو قوي الشغل اليدوي. يلا مع بعض نتعرف على الشباب ونشوف كمان أهم إبداعاتهم وشغلهم شكله إيه. معانا النهاردة أحمد فتحي مصمم مجسمات خشبية، أهلا بيك، وكمان أحمد رأفت مصمم منتجات زجاج معشق موزايك، أهلا بيك. عاملين إيه؟ الحمد لله. طبعا إحنا جايبين شغل حلو قوي النهاردة، وحاجات كلها فيها دقة شديدة جدا وفن، فعلا مش سهل ان حد يعمل حاجات، يعني انا قاعدة بص لكل قطعة كده، حاجات رفيعة قوي، حاجات صغيرة جدا، يعني مش حاجة كبيرة مثلا ينفع ان حد يعملها في وقت قليل، لا حاجات محتاجة دقة متناهية وتعليم. احكي لي بقى عن الخشب وبدايتك معاه. الخشب بدايتي معاه من 2017، يعني لما دخلت المجال يعني كان لسه معرفش اي حاجة عنه خالص نهائي، يعني بدأت أخش شوية كده أشوف الأشكال الموجودة، في فوانيس، في علب مناديل، في مثلا فازات، رفوف خشب، ساعات خشب، فدخلت في المجال قعدت فيه لحد 2018 و 2019 اتجوزت. من بعد 2019 بدأت إن أنا أفكر إن أنا عايز أطور يعني حاجة في نفس المجال،
يعني اطلع من بره جزئيه الشغل الخشب اللي هو فيه كله عباره عن مناديل او ساعات او مثلا رفوف خشب فازات. فقلت اخش مثلا في المجسمات والمكتات العربيات مثلا حاجه سياحيه، مبنى سياحي، حاجات زي كده. بقيت كل مدى اعمل شكل جديد وكل يعني وكل مره يعني امسك الشيء دوت اشتغل عليه. هو الخشب مجال واسع جدا، كل جداً. حاجه ممكن تعملها بالخشب. بالظبط بالظبط، هو الخشب فيه حاجات كتيره جدا ممكن تعملها بيه، بس الفكره كلها في الافكار اللي هتطلعيها على شغل الخشب في الاخر. يعني برضو كل حاجه يعني برضو التفاصيل تفرق معايا كتير جدا. يعني في ديزاينات مثلا ممكن اقعد فيها بالشهور، في حاجه تطلع معايا مثلا في ايام صغيره، في حاجات اسابيع. يعني مثلا زي السفينه ديت مثلا خدت فيها 6 شهور ديزاين بس عشان احط التفاصيل اللي عليها في الاخر اللي هي تطلع زيها زي الحقيقيه، او مثلا بنسبه 90% مثلا تكون زيها زي الحقيقه على الاقل خالص، بحيث ان اللي يشوفها يعرف ان دي الحاجه اللي هو شايفها. يشوفها كده يبقى هي ديت نفس الشكل اللي هو الحقيقي. عارفها على طول، ما يكونش فيها اختلاف كتير. هي دي بس الجوده تبقى معايا صعبه شويه في الديزاين بتاعها. طيب بالنسبه لك انا شايفه حاجات برضو فيها شغل صغير قوي، حاجات فيها كده يعني حد لازم يكون قاعد كده رايق ومركز وعامل التصميم بتاعه وبيبتدي يشتغل ويقسم الالوان حكايه. يعني الشغل ده اسمه ايه؟ ده الازاز المعشق. ده الازاز المعشق بس. طيب. ده الازاز المعشق بعد ما طورناه. الازاز المعشق ما كانش كده اصلا. كان شكله ايه الازاز المعشق اصلا؟ يعني الازاز المعشق بيرجع للقرن السابع او القرن الثامن، من ايام الرومانيين هم اللي اخترعوا الازاز المعشق. بس احنا طبعا طورناه مع مرور الوقت وكده، وقدرنا نعمل منه وحدات اضاءه، وقدرنا نطور فيه يعني بحيث ان احنا نطلع منتج ليه بالمنتج المصري وبالايد المصريه. طيب انت شغال على وحدات الاضاءه فقط؟ لا انا واحد ولا في حاجات تانية؟ لا انا شغل الازاز كله، ازاز معشق، شبابيك كلها وحدات اضاءه. ممكن اعمل الازاز المعشق ده في وحدات الاساس. انا بدخل الازاز بتاعي في جميع يعني في جميع في تخصصات كتير. لكن هي الاجمل في وحدات الاضاءه، في وحدات عشان تبان. بالظبط يعني الاضاءه على تدي على شكل الازاز على فيبقى بيلمع فبيدي من الاضاءات بتاعتها وبين الالوان بتاعه الازاز تبقى باينه فبيبان فيها الهاند ميد. هي حلوه قوي طبعا. تسلم. وشكلها تسلم. شكلها فيها فن قد ايه راقي. تخصصك ده فن اعمال يدويه اشغال ولا لا دراستك؟ لا انا درست ميكانيكا، تخصص ميكانيكا سيارات اساسا. بس ده التخصص ده مهم جدا. انا عايز اقول لك التخصص ده اولا مهم، ثانيا مطلوب، ثالثا يعني شوف كميه العربيات اللي في مصر دي دلوقتي. هي بص هي محتاجه باشمهندس يعني. هي حقيقه بس هي دماغ يعني. انا حسيت ان انا عايز اعمل حاجه مختلفه خالص. يعني هي برده الدراسه فادتني جدا في الرسم الفني والهندسي، في الشغل بتاعي في الديزاينات وفي المقاسات، يعني افادني كتير بصراحه في الرسم. بس هو سؤال بس، انت بتشتغل ايه دلوقتي؟ هو ده شغلي بس. ست ميكانيكا السيارات خالص من زمان. متاكد؟ من زمان. طب ما تفكر. لا بس انا خلاص يعني بصي، كل الفكره كلها انا لقيت نفسي في الجزئيه ديت. يعني بدك وصلت لمرحله ان انا طلعت من الشغل دوت، يعني ان انا يعني من شغل العربيات والماكيتات والهدايا بتعمل الحاجه اللي احنا بنقعد فيها طول اليوم. يعني مثلا ماكيت زي المكتب دوت، ده مكتبي اصلا اللي انا بشتغل عليه اساسا. فممكن مثلا اعمل لك الشكل بتاع الحاجه اللي انت قاعده فيها، المكتب بتاعك بالمكنه مثلا شغال عليها اللي هي دي. يعني دي اصلا مكانتي ودوت المكتب بتاعي. انا بحاول ان انا اعمل الشغل الجديد اللي هو ايه، مثلا حد عاوز هديه لحد مثلا مختلفه، فبساله مثلا عن وظيفته ايه، شغله ايه، فانا اعمل لك الهديه بالحاجه بتاعته هو، الديوراما بتاعته هو. اشتغل مثلا عليها بقى ايا كان بقى، هو مثلا بتاع عربيات، شغل مكتب هندسي، اي حاجه احاول تجيب له حاجه خاصه تخصه هو. حاجه تخصه هو، ليها علاقه بيه بالظبط، بحط فيها كل التفاصيل. يعني مثلا حتى يافطه الاسم بتاعت المكتب موجوده عليه، ليها عليها البوزيشن بتاعي مثلا والاسم. وكله بتفاصيل شغاله، يعني حتى الادراج بتتفتح برده هو. طب. نفس الحاجه بس على حجم صغير خالص بقى. ان انت بقى حتى كهديه مختلفه وجديده وشكلها حلو. وشكلها شيك، يعني حتى اللي بيجي له هديه بيتفاجئ بيها. طبعا مش ليه حاجه تقليديه زي اللي معموله اليوم دي وروقان كده. يعني ممكن مثلا هديه غاليه، هي ممكن بتبقى غاليه بس انا عندي ما بحطش الاسعار الخياليه برده عشان خاطر تبقى ايه،
يعني مش كل ما هو غالي يبقى لازم ان احنا نخليه حاجات زي كده تبقى غاليه. يعني ما ممكن اعملها بس تبقى هاديه شويه. هي الشطاره ان تبقى هاديه، الشطاره ان كده. تبقى سعرها اقتصادي، الشطاره ان انت اي حد يشتريها عشان نشجع على برضك اي حد تاني عاوز يعمل حاجه يجي برضه. بالظبط، اي حد يشتريها واي حد يهدي بيها. ما تبقاش اسعار مبالغ فيها او غاليه بالنسبه لحد ممكن يقول لا مش احتياجاتي او هشتري حاجه تانية او بالزبط. بدايل، بالعكس اديني فرصه انا وغيري ان احنا نشوف المنتجات وتنتشر. بالظبط شغلها ينتشر. بالظبط كده. طيب قلت لي قبل التصوير انا ما درستش الكلام ده. انا خريج بكالوريوس نظم معلومات، تمام؟ بس تمام. اصلا دي شغلتي دي بزنس فاميلي، شغله والدي من اكتر من 25 سنه. فانا نشات فيها يعني من ساعه ما وعيت على الدنيا كده، نشات فيها في وسط الورشه والصناعيه وبس. فطلعت حبيت الموضوع وحبيت الالوان بس، فاستمرت فيها وكبرت بفضل الله الحمد لله اللي احنا نطور الشغل والحمد لله. يعني وصلنا لشغل بماتيريال عالي بجوده. انت من زمان بتشتغل مع بابا؟ انا من زمان. انا من زمان يعني. عنده ورشه؟ انا عندنا عندنا ورشة. عندك ورشه تمام. فبابا كان بيروح الورشه وانت معاه؟ وانا معاه من وانا 7 سنين 6 سنين. وبتشوف بقى الحاجات الحلوه؟ بشوف فابتديت بقى خلاص انزل امارس. كبرت فاشتغلت في المهنه دي طبعا بعيد عن دراستي خالص. طبعا انا بكالوريوس نظم معلومات اصلا. بس والحمد لله يعني قدرنا نطور الشغل ونعمل منتج ليه بالمنتج المصري. هو طبعا منتجات جميله وفيها يعني واضح ان انتوا كمان خبره. انا حاسه ان انت قلت لي من 2017، بس انا حاسه انك قبل كده شغال قبل كده. لا هو انا عشان كل مره بحاول اشتغل على نفسي زياده. يعني مثلا ممكن اعمل ماكيه عربيه، او بالعربيه اللي عملتها كانت حاجه بسيطه جدا زي اللي بتباعه في اي مكتبه عادي. بس كل مدى يعني بحاول في نفس اليوم اللي انا خلصت فيه العربيه دوت، يعني في نفس اليوم اشتغل عليها تاني احط لها تفاصيل زياده. بحيث ان انا يعني كل مدى يعني استغل كل وقتي كله بحيث ان انا افضل اطور في الشغل عشان الحق ان انا اواكب الوقت. طب اتعلمتها فين؟ لا مع نفسي. هوايه جت معايا كده، يعني هي موضوع العربيه ده جه معايا كده ايه مع نفسي كده، ان انا كل شويه اشغل دماغي. لا انا عايز اعمل عربيه، طب عايز اعمل موتوسيكل، طب عايز اعمل ماكت مثلا الاهرامات مثلا، برج ايفي مثلا، اي حاجه فيها سياحه. بدور على الحاجات اللي مش معموله وابدا اشتغل عليها، يعني اشوف ايه اكتر حاجه مثلا مشهوره ومحدش عملها قبل كده. ومحدش عملها. طب محدش عملها دي مش خايف انها تكون مش مطلوبه بما ان ده شغلك؟ ممكن تكون مش مطلوبه، وعملت حاجات كتيره جدا مش مطلوبه، يعني منها برضو شغل العربيات المجسمات الخشبيه مش مطلوبه قوي، مش مطلوبه قوي في مصر هنا. بس انا بايدي ان انا اخليها مطلوبه عشان خاطر السعر. يعني مثلا في ناس بتجيب عربيات الماكت، مثلا واحد عايز عربيته، مثلا حد جاب عربيه جديده، مثلا حد عاوز يهديه بماكت العربيته، فعشان يجيب ماكت معدن صغير. فكره حلوه. ما دي هي الفكره كلها في الدعايه بتاعتي. يعني مثلا ممكن اعمل ماكت العربيه واعملها مثلا بشوف سعرها اللي هو زي مثلا اللي هي المعدن بتاعها بيلاقي سعرها معدي مثلا 1000 او 1000 وحاجه. فانا بعمل نفس العربيه بالاضافه عليها، انا بحط لك اسمك عليها، بيتحفر عليها الاسم بتاعك بنمر عربيتك انت بكل حاجتها، فتبقى هديه غير المعتاده خالص. وذكرى. هو ممكن يبيع العربيه مثلا ويحتفظ بالماكيت. انت هي موجوده عنده ويحتفظ بالماكيت. ده صحيح. طيب يعني واحنا بنتكلم عن الادوات او الناس اللي داخله مشروع جديد، انا طبعا انت خبره من زمان وورشه والدك وسنين طويله بتتدرب وعارف كويس جدا ايه الحاجات اللي ممكن اي شاب يبتدي بيها. مهم قوي علشان بس لو حد شايفنا وبيقول ده شغل كويس قوي، طب ما انا ممكن اجرب المجال ده. حد بقى من الناس الفنانين اللي كانت بتحب الرسم وهي صغيره، تروح تاخد كورس، حد يعلمها، تنزل ورشه، المهم عايزه تدخل سوق العمل. تمام. الادوات المستخدمه في الحاجات دي مكلفه ولا لا، وعباره عن ايه الادوات؟ بص حضرتك، هو قبل الادوات وقبل اي حاجه يعني هو يبقى حابب الموضوع. اهم حاجه الموضوع اللي انت تبقى عايزه تشتغلي فيه انت تبقى حباه، طالما حبيتيه بقى انت توصلي. بس الادوات بتاعتنا هنا، انا شغلتي تعتمد على اليد اكتر، على اليدويه اكتر. بس المعدات فيها قليله، عشان كل الشغل ده اصلا بيتعمل يدوي، وحتى الازاز اللي قدام حضرتك ده بيتقطع بمقاسات معينه وبتفصيل معين، اصغر ازاز فيه بيتقطع بمقاسات معينه وبتفصيل معين، ده بيعتمد برضه على صنعه الايد. مفيش مكنه بتقطع الكلام ده. الكلام ده بيتقطع بالموزه بتاعت ازاز يدوي بمسطره ومتر. يعني حضرتك كل الازاز اللي قدامك ده السنتي في سنتي ده بيتقطع بالمتر وبالعجله، السنتي في السنتي. ده انت بتقعد كتير بقى؟ بتقعد كتير فيه؟ ما بالنسبه للممارسه مش كتير،
بالنسبه لحد بيمارس هو ايه اللي مش كتير ما تقول لي وقت كوقت يعني مثلا شهر لا 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 مش شهر إيه؟ لا مش شهر لا اقل من شهر بكتير قوي يوم انا يعني يوم. الخامات دي بتتجهز يعني ممكن ابتدي اجهز خامات في يوم وابتدي اشتغل في اليوم الثاني بس ده بالنسبه لحد محترف تمام بالنسبه لحد بيتعلم مو عشان يتعلم لازم هيطول وهيبوظ كتير هيبوظ لازم 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 الخساره قبل المكسب في الشغل اللي ده عشان توصل بس ملحوقه يعني ينفع اشيل اللي انا بوظته واعدل مش في كل الاحيان مش في كل ولا الاحيان ولا في حاجات اللي باظت في كل الاحيان خلاص اللي باظ خلاص لا اتعلموا بقى انتوا تتعلموا الاول وبعد كده قبل ما عشان ما تبوظوش لازم كتير لازم لازم لا لازم لازم عشان حد يوصل لمنتج لمنتج كويس لازم يعدي بكذا خطا لازم يتعلم من اخطائه عشان يوصل صحيح احمد انت جايب لنا ذكريات حلوه قوي معاك ذكريات رمضان رمضان كل سنه وانت طيب طيب بالصحه والسلامه كل الشباب بخير وسلام يا رب يعني انت جايب كل الشخصيات الحلوه اللي كانت معاشرينا في شهر رمضان سنين طويله جميله وبتقدم لنا حاجات يعني فنيه مبهره احكي لي بقى الشخصيات اللي موجوده في البوكس البوكس دوت انا كل سنه المفروض بنعمل حاجه جديده في رمضان طبعا بتاخد ترند الناس بحبها هدايا فكل سنه بنعمل هلال بفانوس بينور في بوكسات في شكل فوانيس فانا السنه دي فكرت في حاجه عاوز حاجه تطلعني بره الفوانيس خالص بقى حاجه جديده مختلفه تماما فقلت مثلا عندي شخصيات رمضان انا بعملها بتاعت بكار وبوجي وطمطم والحاجات اللي زي كده دي اكتر حاجه بتفكرني برمضان يعني هي دي احنا بنستنى في رمضان قدما معانا فانا قلت ليه ما اعملش بوكس صغير كده كانه لامم كل حاجه رمضان وذكريات رمضان كلها بالزينه بتاعته بس طبعا يبقى كله خشب فالفكره كلها بقى في الشخصيات طب اجمعها ازاي وهشتغلها ازاي هل اعملها الوان او ورق الزقه لحد ما جت معايا فكره ان انا اجيب الشخصيات واعملها على الخشب برضك وتبقى ايه مجسمه وتكون موجوده ومجمع كل الشخصيات كلها اللي كانت معانا طول شهر رمضان القديمه بقى يعني جبتها من القديم خالص لحد الجديد دلوقتي عشان ابقى جايب كل الناس كلها في نفس البوكس عرفنا بيهم بقى هو في بوجي وطمطم في لا في هنا اول حاجه طبعا بكار وحسونه عشان ده انا اول حاجه حضرتها وفي عم فؤاد وفي فطوطه وفي بوجي وطمطم وفي بسنت ودياسطي وفي عم شكشك طبعا ده غني عن التعريف وفي بقى اخر حاجه فنانيس فنانيس الجيل الحديث ده اخر حاجه بقى جديده نزلت دي اخر حاجه جديده نزلت الشباب الصغير شافوه عارفه جميله طبعا واكيد انت بتبقى مبسوط وانت بترجع للذكريات وعايز تفتكر شكل كده وملامح الشخصيه اللي انت اتعلقت بيها وانت بتتفرج عليها الفكره في البوكس دوت يعني انا اللي خليني فكرت فيه اكتر لما بنحطه في البيت في رمضان يعني انا واحد من الناس لما ببقى مثلا اشوف الشخصيه دي قدامي بفتكر اللي فات يعني ممكن ارجع مثلا بالذاكره كده مثلا كام سنه لورا بالشخصيه اللي قدامي انا اول ما شفتهم حصل لي كده فهي الفكره كلها كانت في يعني هي دي الفكره انا بحب العب عليها شويه ان انا مثلا لما اعمل حاجه لما تبص لها ترجعي للقديم وساعات دايما القديم يبقى هو الموضه اكتر مش الجديد يعني ممكن الحاجه القديمه تبقى هي موضه اكتر من الجديد وخصوصا لو احلى خصوصا لو هي ليها بصمه قويه بالزبط. في نفوس الناس فطبيعي تبقى بتحن ليها وعايز ترجعها تاني وعايز تشوفها بالظبط كده وبتعجب كل الاجيال طبعا حقيقة. انا دلوقتي لو حد دخل المكان اللي انت بتسوق فيه تمام. او الصفحه بتاعتك ايا كان وهو عاجبه الشغل بس مش فاهم يستخدمه ازاي وبرده في ناس انا عاجبني دي بس دي هتعمل بيها ايه احطها فين يعني لو اتحطت في مكان ممكن تبوظ شكلها لو اتحطت مثلا مع عفش معين او شكل معين ممكن تختفي ملامحها تماما شبان. وتحس ان انت يعني قيمتها تقل قيمتها بتاعتها تقل صح تمام. طيب ممكن بتفهم الناس دي بيتعمل بيها ايه وتحط فين والحاجه الامثل او مثلا لو جالك عميل بتقول له انت عايز ايه بالظبط او ايه المكان الفاضي اللي انت عايز تملاه بحاجه معينه تمام. في مساعدات بالشكل ده اكيد اكيد هو الشغل ده الشغل كله اصلا يعني ثلاث ارباعه ديكورات داخليه بيمشي جدا في ديكورات المنازل انا بصمم الشغل ده زي ما حضرتك الابوجيكات اللي حضرتك شايفاها دي بعمل منه نجف عربي بعمل منه فوانيس بس طبعا وقت الحلقه دلوقتي ما سمحش ان انا اجيب فوانيس معايا بعمل منه اباليك حيطه انا شغلي ده بدخله في يعني في جميع الديكورات الداخليه ممكن اعمل منه حضرتك الترابيزه ممكن اعمل منه كرسي نقعد عليه كرسي ممكن اعمل ازاز ازاز كله ازاز في ازاز واجيب كرسي ازاز نقعد عليه ومضيء انا ممكن اصمم الكرسي ده اصلا ازاز واجمعه ازاز وبعد كده اشتغل عليه بالماتيريال اللي حضرتك شايفاه ده بس هيبقى كرسي يعني ديكور وممكن قاعده ازاي يعني يتعمل قاعده في ازاز ما في ازاز صلب ازاز سكريت صلب
بيتصمم بتفاصيل معينه وبنفس مقاس الكرسي بالظبط وبيتجمع بزاويه وبعد كده بيتلزق عليه ويتعمل عليه الشغل اليدوي بتاعنا. تمام. بس طبعا صعب جدا تلاقي حد يقدر منتج زي ده عشان منتج زي ده ياخد منه وقت كبير جدا وماتيريال وغالي وبياخد مني كل حاجه. فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا ايه يعني اعمل الحاجات البسيطه برضو اللي تمشي مع الناس وبرضو تبقى سعرها برضو في المحدود بحيث برضو اللي الناس كلها تعرف ايه تشتريها ونعرف ونعرف نشتغل بالظبط. يعني الحاجات اكتر حاجه ذات رواج عندك ايه؟ بص حضرتك اول الاباجوره الحمراء الصغيره دي المنتج ده اول منتج ابتدينا بيه من اكتر من 25 سنه وقعدنا نشتغل عليه اكتر من 5-6 سنين. المنتج ده بس بنفس هو الوان بس اختلاف الوان لكن اختلاف هو ألوان نفس الموديل. بعد 4-5 سنين ابتدينا نوصل للمنتج اللي قدام حضرتك الاباجوره السوداء دي قدرنا نطور فيها شويه في 4-5 سنين برضو لغايه ما حضرتك وصلنا للماتيريال ده. هو ده يعني ده حلو بس ده مبهر كده يعني تحس ان في كده حضرتك حياه. حضرتك بياخد مني ماتيريال وباخد منه وقت كبير جدا عشان كل يعني كل قطعه من دي بتاخد مرحله غير الثانيه. لما بتنور بيبان فيها الاضاءه بيبان فيها الاضاءه وبيبان الالوان اللي حضرتك عشان بس الالوان دي. الالوان كتير. كل لون بيبان بلونه. ما هي الشغل دي بتعتمد على حب الالوان. لازم عشان اطلع منتج كويس لازم اصمم له الوان مناسبه ليه. هايل يعني بجد انتوا هايلين. طيب انت قلت لي ان انت عامل اماكن تاريخيه او اماكن اثريه غير انت جايب لنا النهارده كذا موديل عربيات وحاجات قلت علشان ما يبقاش في الناس فاكره ان كله علب ومناديل وحاجات كده اللي هي الاستخدامات التقليديه فانا حبيت اكسر ده. لكن انت عامل كمان اماكن كبيره واماكن سياحيه واماكن اثريه وقلت لي انها حجمها كبير جدا. حقيقه صح؟ حقيقه. طيب احكي لي بقى عن القصه دي. احكي لي عن اهم الاماكن اللي انت حبيت ان انت تعملها وقصه الاحجام الكبيره دي مش بتبقى صعبه في التسويق؟ بص هو الاماكن جت معايا ان مثلا لما بدانا طبعا بالابراج المعتاده اللي هي مثلا برج ايفل برج بيزا المائل اشتغلناها وسوقناها عادي. فجالي حد كان عاوز المعالم السياحيه يبيعها في بازار عنده. فطبعا اللي موجود في السوق هو ايه عادي هو الابراج العاديه برج ايفل خشب معدن برج بيزا موجود الديزاين بتاعت الحاجات دي. فانا فكرت فيها ان انا طب انا ممكن اطور لك حاجه جديده للاماكن السياحيه. نعمل حاجه ثانيه غير الابراج ديت. تعالى نعمل مثلا مكه الحرم مثلا كامل مثلا المسجد الفتاح العليم كان محد طلبه مني طلب مني. بس بالنسبه بقى للحجم موضوع الحجم في مسجد الفتاح العليم ان هو حجمه كبير عشان خاطر تفاصيله كتيره جدا. يعني اي حاجه تفاصيلها كبيره ومبنى كبير فبتضطر ان انت لازم نكبر منه. لان انا بتعامل على سكنه خشب معين تخانه معينه من الخشب فلازم الحاجه دي نكبرها ما ينفعش تصغر عن كده. يعني هي هو ده كده يعتبر اصغر حجم ليه اللي هو الكيوت ده اصلا. أيوة. لان مثلا المسجد يبقى فيه مآذن كتيره مثلا فيه كوبيات بتاعته طبعا الشمال هو بصي مثلا يعني هو تشوفيه من بره بسيط لكن هو كله فكره من جوه نفسه بقى يعني في التعشات من جوه اللي احنا بنجمعها عشان خاطر ان هو يطلع في الاخر الشكل الخارجي. وقلت لي قبل التصوير ان هتعمل يعني ماسبيرو حقيقي وشغال عليه فعلا. هو يستاهل انه بصراحه هو انا اشتغلت عليه اول ديزاين عملته بس بعد ما جمعته ما كانش بالشكل اللي انا عايزه مش الشكل اللي هو اللي يرضيني. احنا عايزينه في احلى حاجه. ما هو طبعا هو احلى صوره المبنى اللي اجيال كتيره جدا اتربت عليه وعلى برامجه واعماله انتاجه فلازم يبقى لازم اعمله بنفس التفاصيل وبادق التفاصيل يطلع معايا ان هو يطلع في الاخر الشكل كده لما يتاخد حتى هديها لحد يبقى هو ده مبنى مسبيرو هو الشكل ده هو بنفس تفاصيله وبشكله كل حاجه. شكرا ليك. انا مبسوطه بحاجه ان دايما احنا كانوا يعني لما بنيجي نقابل صنايعي قديم كده من ناس الفنانين الكبار فيقول لك الناس قليله اللي بتشتغل معايا الموضوع ما هواش يعني في اقبال من الشباب انهم يتعلموا. فانا مبسوطه ان انتوا بتعملوا احياء للاعمال اليدويه مره تانية الحرفيه وكمان الهاند ميد حاجه بالايد دي مهمه جدا انها ما تموتش وما تنتهيش. اكيد طبعا. وانا عايزه اعرف انتوا ناويين تعملوا ايه جديد بصمتكم كشباب في مجالكم؟ احنا طبعا نفسنا اللي احنا نوصل الصناعه المصريه لابعد حد ونفسنا طبعا اللي انا كمهنتي دي مثلا مهنتي دي ابتدت تقل جدا زي ما حضرتك بتقولي الاقبال عليها فاحنا طبعا نفس اللي مهنه زي دي ما تنتهيش بس عشان
مصر فيها ايادي مصر في ناس بتفكر بتشتغل تنتهي ليه كده. ومصر فيها عايزين نشجع الشباب. مصر فيها مصر فيها ايادي عامله. مصر بتطلع فيها شويه حاجات مهارات هايله تحفه تحفه بس للاسف مش ظاهرين. فانا اشجع لاي حد عنده لو 5% بس ولا 1% هوايه اللي هو يمشي وراها وهيوصل. هو طالما حد حط هدف قدامه كده كده هيوصل بس ما يأس. في ميزه كمان انت بتقول مكتبي المكنه بتاعتي الحاجات دي ممكن جوه البيت. في ممكن تنفع جوه البيت بس طبعا عشان الدخان بتاع الخشب والحاجات اللي زي كده ممكن تبقى مش لطيفه جوه البيت. فهي لازم على الاقل حتى مكان مفتوح بسيط. لازم مكان مفتوح ليها بس. وبرده الفكره في الموضوع ان هو احنا عشان نحييها برده زي ما حضرتك قلتي والاستاذ قال احنا كل الفكره ان احنا بنجدد برضو الحاجه. لو احنا عملنا حاجه واحده بس وفضلنا ماشيين عليها حبه كتير قوي ووقت طويل هتموت معانا. فدايما اي حاجه سبب ان هي ما بتتجددش لازم نجدد الشغل. يعني انا مثلا لما دخلت مجال بحاول اطور فيه بعمل اضافات جديده ده اللي بيخلينا نخلي الشغل يحيى اكتر ويزيد اكتر. فبالتالي ممكن يطلع اجيال بعدين مثلا او مثلا معانا في سننا برضو يشوفوا الحاجه ممكن يكون هو عنده الفكره او عنده حب الحاجه دي بس ما كانش لاقي ليها الطريق. فلما يشوف الافكار بتاعتنا يبدا هو يشتغل عليها ويجدد معانا كمان برضو فيها. الفنانين الشباب احمد فتحي واحمد رأفت بشكركم جدا. كل سنه وانتم طيبين. ومبسوطه طبعا بلقائي معاكم لان انتم بجد عندكم فن راقي وعندكم اصرار ان انتم يبقى في بقاء للحرف المصريه الجميله اليدويه مع لمسات عصريه طبعا ليكم كشباب. شكرا ليكم.